يا هلا ومرحبا متابعين ومتابعات قناة ثامراي. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسون الاشتراك في القناة، واللي وده يدخل السحب على الجوال الخامس بحط لكم السناب شات حقي، ضيفوني في السناب شات وارسلوا لي رسالة خاصة مكتوب فيها تم، والسحب بيكون في 1/1/2020. اليوم تغطيتنا عن سيارة فورد تورس 2020 الشكل الجديد. الفورد تورس تغيرت بالكامل في 2020، ومعروفة الفورد تورس انها من افضل السيارات العائلية الموجودة في السوق السعودي الان. سيارة وسيعة وعملية واقتصادية ومتعددة الاستخدام. الانوار الامامية والخلفية كلها تغيرت. وبالنسبة للشكل الخارجي الستاندرد والفول اوبشن كلها نفس الشكل تقريبا. وباين من تصميم السيارة انها صارت اكثر انسيابية وزادوا فيها العزل، يعني السيارة بتكون هادية جدا في الطرق خاصة على السرعات العالية. بالنسبة لمواصفات ماكينة التورس الجديدة 4 سلندر 2.0 لتر ايكو بوست، قوة حصانية صافية 240 حصان، والعزم حقها 366 نيوتن. تعتبر السيارة قوية يعني عزمها جدا ممتاز. ناقل الحركة اوتوماتيكي بثمانية سرعات. اما بالنسبة لصرفية البنزين 15.9 تعتبر ممتازة بالنسبة لسيارة بالحجم هذا، يعني صرفيتها مرة ممتازة. بالنسبة لفئة الستاندرد ما يجي فيها كاميرا خلفية، الفول اوبشن يجي فيها كاميرا خلفية، لكن ستاندرد يجي فيها حساسات خلفية. وجميع الفئات يجي فيها دخول ذكي بما فيها ستاندرد. الشكل الداخلي تقريبا نفسه في كل الفئات. هذا شكل السيارة من جوا. ما شاء الله السيارة حلوة، يعني تغيرت تغيرات، يعني انا اشوف انها تغييرات صغيرة لكن السيارة كلها بكبرها سيارة جديدة. الدركسون حقه تغير فيها، هنا التحكم بالشاشات والمعلومات، هنا التحكم بالصوت المسجل والبلوتوث حق التليفون، هنا منتبه السرعه، القزاز كله فل اوتو، يعني طقه واحده تفتح معك القزازه كامله. هذا قفل البيبان، هنا الانوار، والستاندرد تجي كراسيها اوتو الامامي. هذا شيء حلو، كل شيء ملمسه حلو. سيارة واضح من سكة الباب انها هادية، العزل فيها قوي، هذه ما اظن فيها نقاط عمياء، لكنهم شالوا المراية حطوها في الباب عشان تصير الرؤية هنا افضل وتساعد في الانسيابية. حركة حلوة هذه في السيارات الجديدة. هنا درج حفظ النظارات، هذا شيء مهم. هنا التحكم في الانوار، وهنا فيه مراية بلمبات، حلو. في الجهة الثانية أكيد فيه القماش حقه ملمسه حلو، مريح الجلسة فيه مريح. هنا تشغيل بصمة، هذه الشاشة، والجير حقها فرار. هذه حركة بدت في الرانج روفر وانتشرت في السيارات الجديدة كلها ومن ضمنها فورد. هنا درج فيه تايب سي يو اس بي 12 فولت، مكان للتخزين. هذا المكيف، تحكم بالمسجل والمكيف، فيها هاند بريك الكتروني، اوتو ستارت ستوب، هذا لتوفير البنزين، تطفي السيارة عند الاشارات عشان يوفر بنزين. هذه وضعيات القيادة، هذا اوتو هولد يثبت لك السيارة في الطلعات يعني عشان السيارة ما تدحدر للخلف. 2 كاب هولدر، وهنا درج يعني حجمه حلو، من الواحد ممكن يحط الجوال حقه. هذه السماعات الأمامية، ما شاء الله السيارة وسيعة مرة، يعني المساحة ما توقعتها صراحة، كبيرة السيارة مرة.
هذا شكل الطبلون من الخلف. سيارة وسيعة ما شاء الله، تشيل ثلاثة بالراحة، مرتاحين في الخلف. وهنا هذا درج ينفتح ما شاء الله، حلوة التكاية هذه، كبيرة، فيها اثنين كاب هولدر، مكان لحفظ الجوال، ودرج اللي بيحفظ شيء في الدرج هذا. في هنا اثنين يو اس بي، حلو. وفي درج هنا يفتح على الشنطة الخلفية. ما شاء الله حلو السيارة، سعرها حلو بعد. هذا قفل البيبان، بالنسبة لسعر فئة ستاندرد 112,900، هذه فئة ستاندرد. أما بالنسبة لفئة الفول أوبشن قيمتها 122,900. الفول أوبشن يجي فيها مواصفات أعلى، فيها فتحة في السقف، ستاندرد ما يجي فيها فتحة في السقف. في النهاية أتمنى يكون المقطع عجبكم، واللي عنده أي أسئلة أو استفسارات ممكن يراسلني أو يكتب لي في الكومنتات تحت. شكرا على المشاهدة.